اسمعوا وعوا عباد الله، لله فرح النبي. ألا وإني إمام أهل الحب ولا فخر، لله فرح النبي. فمن صدق في حبي فله الحسنى وزيادة، لله فرح النبي. وله الجنة يغفر الله له ولأبويه، ويهون الله عليه سكرات الموت، لله فرح النبي. سبحان من أيام ولدك، لله فرح النبي. اسمعوا وعوا عباد الله، نصحت لك يا دي عوضين، لازم بعد رمضان تفضل تذكر ربنا زي الاول واكتر. مش رمضان يخلص من هنا تبطل تذكر ربنا، لازم تذكر ربنا كتير يا ولدي. معقول ربنا هداه؟ الله يفتح عليك يا حاج عاط، الله يفتح عليك يابا، الله يفتح عليك ويهديك يا رب انت ولاد اللي معاك دي. اوعى تخلي الشيطان يضحك عليك، دي نصيحتي ولازم تعمل بيها يا عوضين. والحاجات اللي كنا بنعملوها زمان خلاص كده لازم تنساها بتاتا تماما فتاتا. يعني ايه ننساها يا حاج عاط؟ يعني نطور نفسنا شويه يا واد، ما نفضلش على حالنا كده، ولازم نجتهد في العباده، حق الاجتهاد يا ولدي. بص يا حاج عواد، انا عامه يعني مانيش فاهم حاجه، انت عارفني يعني على قد شويه، بس انت ابدا وانا معاك، انا معاك في اي حاجه، انا دايس يا حاج عواد، ما تقلقش. يعني ايه مش فاهم؟ ايه يا بقر انت؟ امال انا بنادي في ملطه؟ بالراحه بالراحه على الواد يا حاج عواد، وفهمه بشويش كده، فهمه انك هتلتزم بقال الله وقال الرسول من غير بدع. بدع ايه يا فاشل انت التنين؟ طمر يا دوب، اسكت انطمر، جك وجع في بطنه. ما تسكت يا دي انت، ما تسكت، خلي الراجل يفهمنا بالراحه. كمل ابو الحاج عوض، ما تفتح مخك معايا كده، اهم حاجه ترضى عنني واسيادنا يرضى عننا. حاج عوض انا معاك يا ابو الحاج عوض. افهمك بشويش يا بقره، هو احنا قد مش زمان كنا بنذكر ربنا كده كده كده، صح ولا لا؟ صح صح يا حاج عوض، كنا بنعمله كده. ايوه فهموا يعني انك هتبطلوا الهبل ده، وانكم هتذكروا ربنا زي الشرع ما قال. يعني هبل ايه يا فاشل انت كمان اللي هنبطلوه يا ولد؟ انا مش عارف بتحشر نفسك في اللي مالكش فيه ليه؟ بس يمشي الحاج عوض وهوريك. ماشي، يعني بتدخل نفسك ما بين كلام العلماء ليه انت؟ ما لو سكتت هيقول اللي ساكت اهو. ده القرف ده يا ولاد. كمل ابو الحاج عوض. طب امال انا بنادي في ملطه، هو فيه يا حاج عوض؟ هو مش انت بتقول ليني ان احنا كنا بنذكر ربنا كده 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 وكده؟ ايوه يا اخويا كنا بنعمل كده. حلو قوي حلو. دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنعملوها كيف يعني؟ هنعملوا ايه؟ هنمسك طبل ونقعد نطبل وبقى ونعمل كده برضو، ويبقى كده يا غبي، نبقى كسبنا ثواب كده وثواب كده برضو. ده الاجتهاد ولا بلاش يا جاهل انت؟ وهو تعلموا بقى عشان اسيادنا يرضوا عليكم. ربنا ينتقم منك يا حاج عوض، ربنا ينتقم منك يا بعيد. الحاج حاج عوض بيقول لك ربنا ينتقم منك، رد انت، رد يا حاج عوض بقى، ده زاطط وغاطط، زاطط خالص 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 والله. ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك، انت من جابت عليك بركب يا بعيد. تستاهل، والله تستاهل جدع يا حاج عوض. ماشي يا عوضي. البحبح حالي ابني وداني، البحبح حالي. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، خلص العيد وكحك العيد، ورجعنا تاني لقرف، ورجعنا تاني لهبل الصوفية. في ليلة 27 رمضان كانت الصوفية بتحتفل بليلة القدر، وده اجتهاد منهم ان هي ممكن تكون ليلة 27، لكن الناس تجتهد بقيام ليل، بصدقة، بدعاء، يعني اي حاجة بتقربك من ربنا. لكن عند الصوفية مش هتقدر تغمض عينيك، رأس وهشك بشك وشخليل. طب عدى رمضان وجه العيد، نحتفل بالعيد ازاي؟ برضو بالرأس والتنطيط. اعزائي المشاهدين، الفيديو بتاع النهاردة مختلف تماما، زي ما بقول كل مرة، يعني من مصر والسودان وليبيا، وحتشوف اللي مع عمرك ما شفتوش. لكن لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات وتدينا لايك. انا اخوك ودي قناة البحبحاني، خلونا نبدأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده غير أحاديث كتير بتتكلم عن البدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن لا حياة لمن تنادي الرقص الرقص وغيره من استغناش. خش يا سيدي. الليلة فرح النبي، الليلة فرح النبي.
ده ضريح عليه مصاحف يعني المفروض يقرأوا فيها يتمعنوا فيها. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني لا رأس بقى والليلة فرح النبي. بص بقى ركز على الصورة اللي محطوطة على الجدار دي اللي فوق دي. استنى لحظة بس تيجي اهي الصورة دي يا محترم، دي صورة صالح ابو خليل. الضريح اللي هم عنده ده كده محطوط شوية صور من صور الاولياء، فيهم صورة اللي هي بتاعت صورة صالح ابو خليل. صالح ابو خليل ده مدعي كل حاجة. خد بس كلمتين ثلاثة من اللي قالهم كده، ولو عايزنا اعمل لك فيديو مخصوص لصالح ابو خليل اكتب لي في التعليقات، يكون فيديو خارق للعادة. اسمع بس جزئية بس من اللي هو بيقولها بس يعني. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة بمنزلة الوزير من الملك، واعلموا أنني في ذلك اليوم من وزراء النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا وعوعوا، ضمن دخول الجنة. ألا وإني إمام أهل الحب والفخر، فمن صدق في حبي فله الحسنى وزيادة وله الجنة، يغفر الله له ولأبويه ويهون الله عليه سكرات الموت. يعني بتاع كل حاجة، اللي هيحبه بس كده، اللي هيعمل لايك على الفيديو ده الراجل ده دخله الجنة. امال يعمل حاجة. لو عايز فيديو مخصوص ليه اكتب لي في التعليقات. بص بقى الفيديو ده كده اللي هيغلط غلطة بدماغه طارت. بص يعني محتاج غلطة بس كده، حفظوها ازاي مش عارف يعني. دي عبادة يا جدعان عند الصوفية، دي عبادة. شوف بقى الدماغ اللي هتختلف بس لحظة كده هتروح فين. بص بقى عمك الحاج ده كده في رمضان عامل حفلة بيتعبدوا إلى الله وبيتصدق إلى الله قدام الكاميرا، حاطط الكاميرا كده بيوري الناس إن هو إيه. لما سألوه أنت ليه بتعمل كده؟ قال لهم الصدقة تجوز سرا وعلانية، وده كلام ربنا طبعا. سرا وعلانية دي إن محدش يعرف أنت طلعت إيه، أو الناس تعرف أنت طلعت. يعني أنا مثلا بتصدق قدام الناس عادي، لكن ما افضحش الفقير اللي أنا بتصدق عليه. يعني ايه المشكله ان انا اعرف الناس ان انا ذبحت لمؤاخذه عجل لله، ان انا مثلا طلعت مبلغ لبيت مال المسلمين. يعني بس بيت مال المسلمين ده ما قلتلوش روح صور للناس وخد خد خد يلا انت، يلا خد يا بنت انت، خد يا اولياء انت وخد وكل دي فلوس الاضرحه يعني. خدي بيتصدق هنا وبيعبد ربنا هنا. يعني اقسم لكم انا الشاشه، مش حارمكم من حاجه خالص يعني. والبتاع البخور جنبه بتاعت ممكن بعد الحفله بيشيلها، بس هو حط بس ايه يا رب. شوفوا يا جدعان انا بطلع لله كتير. دول بقى بيتبركوا بالكرسي بتاع الشيخ. تقولش شيخ تبرك بالكرسي بس، ما بالك الشيخ نفسه؟ يعني تخيل بقى الشيخ نفسه بيعملوا فيه ايه؟ ده الكرسي اللي بيقعد عليه الشيخ، الكرسي. شفت؟ ده الكرسي، يعني ده تبرك بالكرسي. عند الصوفية لا حرج في ذلك. ده الكرسي بس، كرسي يا جدعان. دول بقى عاملين ضريح اللي يخش هنا بس بواسطة يا جدعان، يعني مش اي حد يوصل للمرحلة اللي هم وصلوها دي. انت بتبقى بره الضريح بره خالص وتبص من الشباك هنا، انما تخش هنا ده انت سيادنا راضيين عليك. فطبعا ده بيخش بقى يرفع ايده زي اللي ماشي كده وتقول له مدد يا مولانا مدد. الضريح تراب رماد مش موجود، وده بقى عمال يولول سلام ولي من اولياء الله. يعني الولي ده اللي هم بيقولوا عنه ده كان في يوم من الايام واقف نفس وقفتهم عند ولي تاني، والولي التاني كان واقف نفس وقفتهم عند ولي تاني، بس هي حلقه وبتدور عند الصوفيه. بكره عمك الحاج ده لما يموت هيعمل له ضريح، والتانيين الصغيرين هيدوروا حوله وبتاع وهكذا يا مولانا. دي علوم محدش يعرف يكتشفها، تهب على القلب فيتلقفها العقل ولا يعرفها الدارسون. هو كده خلاص عدوا الجماعه الصوفيه. ده الفيديو مطول بقى، هما ياخدوا لك بتاع ساعه ساعتين كده ايه
قدام عمك الشيخ كده يطبلوا ورقصوه وهو جوه ايه هشك بشك وشيخ خليل. انا بقول كفايه كده يا عم الحاج، كفايه يا حاج كفايه. اعزائي المشاهدين، وبكده يكون فيديو النهارده خلص. استنونا في فيديو جديد ان شاء الله. انا بحبكم في الله، وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. ساقطع كل من عادى رسولي، وابطر كل حبل للوصال، واقليه وابغضه جهارا رجاء للمثوبة فيه.